ساتر، عشان الصوت غريب. سد الباب احسن. هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء تكونوا بخير. اليوم الحلقه الثالثه من لعبه الماينكرافت. طبعا اليوم راح نبني المزرعه، فقبل كل شيء لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لنا لايك، واذا عجبكم الفيديو شاركوه لاصدقائكم حتى نقدر نوصل اكبر عدد. وليتس جو. طبعا هسه عندي تعديلات بسيطه على البيت، فراح اسوي منها جام. طبعا ما بي جام، فلازم احط هنا الزجاج. اوكي، طبعا خلي اجيب الزجاج قبل كل شيء. اوكي، خلي اشوف عندي زجاج. لا ما عندي، عندي بس الرمل. اوكي، اني راح اسوي هسه الزجاج، راح احطه بالفرن. اوكي، خلينا نجيب الفحم، نحط الرمل حتى يصير الزجاج. اوكي، فلازم ننتظره. صعدنا هسه ثلاثه. اوكي، بعد خلينا ناخذ الفحم، هاي الكميه كلش كافيه حتى يسوي لنا الزجاج. اوكي، خلينا نكمل لا تطفي النار من وحدها. يلا خلينا ناخذ هذا الزجاج، طبعا هذا كلش كافي علينا. اوكي، هسه حاليا نكمل، خلينا ناخذ الزجاج، ناخذ الرمل. اوكي، خلينا نضم الرمل قبل كل شيء، بنحطه بالصندوق. اوكي، من اعتازه. اوكي، نحطه هنا. هسه حتى نكمل شغلنا نحط الزجاج قبل كل شيء. اوكي، لازم اشيل الفرن. وين احط الفرن؟ وين اوكي، خلي اشيل الفرن احطه بهاي الجهه الثانيه. اوكي، يلا هنا. اوكي، خلي احطه هنا، هنا احسن. اوكي، خلينا نجيب الاغراض البقيه ننقلها يمه. اوكي، خلينا نشيل هذا الثاني الفرن، نحطه يمه، ننزل هنا يمه. بقى الكرافتنج تيبل ناخذها نحطها هناك. اوكي، نفس المكان. اوكي، يلا 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 حتى نحطها يمه حتى نقدر نسوي الجام ويصير مكان حلو. يلا اوكي، خلينا نشيل الشموع. احفر 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 احفر. اوكي، راح نحفر بس اثنين حتى نحط الزجاج، بما انه سوينا كمية هواية فاحتمال نحتاجها، احتمال احاول اغير ديكور البيت. اوكي، خلينا نحط هسه الزجاج. اوكي، هنا وحدة وهنا وحدة. اوكي، هسه كلش كافي. اوكي، هسه بقية الزجاج راح نضم الصندوق. يا ساتر، شنو الصوت؟ كمان شنو الصوت؟ طبعا اكو كهف يمي، بس ما اعرف شنو كهف، لو ما اعرف شنو، دائما يطلع من اصوات شو غريبة عجيب، ما ادري مسكون بأشباح، ما اعرف. يلا اوكي، بعدين نستكشفه. هسه حاليا لازم نكمل شغلنا ونسوي المزرعة. اوكي، طبعا مثل ما قلت لكم لازم نزرع كل شيء، ونحاول نسوي الارض مبسطة حتى نقدر نسوي عليها المزرعة، ونحط السياج، نعزلها، ونسوي هم حديقة الحيوانات نفس الوقت قريبة عليها، فلازم هذا كله يصير مسطح. اوكي، اذا قدرت احاول ابني عليه واعدله واساوي. اوكي، خلي بعد من اشيل منه. اوكي، هذا كله لازم اشيل، احفر احفر. اوكي، هسه الخروف هسه جايتك، هسه بعدين اخذك يمي بعدين، خلي اكمل شغلي بالاول. اوكي، خلي نشيل هذا كله نحفره. يلا يلا يلا، استعجل استعجل. اوكي، خلي نحفر هذا كله. طبعا صارت الدنيا ليه وبعدني قاعد احفر. اوكي، ايش زومبي 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 زومبي، موت موت يا ورع موت. اروح انام احسن، خلي اركض. يلا اركض 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 اركض، ترى موتني ما اريد، اروح انام احسن. اوكي، الصبح اكمل شغلي. يلا اوكي، هذا الشيء يقول ما يصير، او يمكن يقول لي انا قريب من انتج. راح اشوف مرتاح، يمكن اقدر انام. اي بالخير، نمت. صباح الخير. طبعا جا الصبح، خلي انزل اكمل شغل على السريع حتى ما اتاخر. اوكي، لا 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 لا، زومبي يا زومبي. اوكي، ترقوا ترقوا احسن، ترقوا 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 ترقوا، لا تعرفوني عفوني. تقولوا شنو ذولا؟ اوكي، طبعا لما يشوفون هذا الفرحه كلها سويته، رتبت المكان قلت حتى اقدر اسوي المزرعه. اوكي، هذا شو راح يجي رايح؟ لك عفني لكم. اي مات مات، خلصت مات. اوكي، خلي اكمل شغلي. اوكي، بهاي الجهه راح ابدي احفر حتى احط المي، حتى احط الجوانب الزرع حتى ينرود المي. اوكي، اكبر شوي، بعد اكبر بعد بعد اكبر اكبر احسن حتى ما يصير صغير. اوكي، حتى شوي اسوي زرع من المي احط. اوكي، اصور هذا بعد كافي؟ لا بعد كافي. اوه انكسر، لا يلا. اوكي، عندي واحد ثاني، خلي اكمل. اوكي، هسه هيجي كافي. طبعا المفروض هسه لازم اجيب له مي. اوكي، راح اجيب له الكوب، هو الكوب ما اعرف يمكن يسموه البوكيت اتصور. اوكي، خل اروح اجيبه. طبعا يمكن انا حاطته، لا هو انا يمي موجود. اوكي، والله غباء غباء. اوكي، خل اطلع، خل احطه هنا انا. اوكي، حتى اروح اجيب بيه المي. يلا خلي اترسه. اوكي، خلي اترسه مي اخذ. اوكي، بس هذا يخلص المي. راح اخلص المي مالته. اوكي، خل احطه هنا المي. يلا على السريع، خلي اترسه.
اوكي طبعا اعتاز بعد مي، هذا قليل. اوكي خرج مرت الثانية مي. اوكي بعد ما كملت وترست راح ابدي احرث الارض طبعا حتى شنو نقدر نزرع بيها. اوكي خلينا نبلش نحرث الارض حتى نقدر نحط الزرع. اوكي خلينا نزرع هنا هنا. اوكي كل هذا نحرثه لازم طبعا، من نحرثه لازم ما ندوس عليه، لا يعني مو ما ندوس عليه، لازم ما نقمز عليه، لان اذا قمزت عليها كلها راح يروح الحرث، يصير شيء عاد بس تراب. يلا اوكي خلينا نكملنا هسه. هسه خلينا نبدي نزرع وين البذور، ناخذ البذور نحطها نزرعها. اوكي نحط هنا البذور. اوكي هنا أنا. اوكي حلو هاي كلنا او خلاص. حاليا ما عندي، لازم اروح اجيب طبعا، عندي بالبيت بالصندوق، خلي اجيبه على السريع. اوكي خلي نجيب طبعا، عندي مو بس البذور، عندي البوتيتا الجزر كلش عندي. اوكي خلينا ناخذ الجزر، هذا ما اعرف ازرع، لا هذا ما ينزرع يمكن. يلا اوكي خلي هذا، ناخذ البذور. اوكي بمكان هذا طبعا ودنستون. اوكي ناخذ البوتيتا. اوكي بدي نستمر ده، خلينا نروح نزرع لكم. شنو الصوت لكم؟ صوت رعب رعب، تقول حبك مو ما ادري شنو، ما ادري هنا يمي اشباح ما اعرف شنو يمي. اوكي المهم خلينا بعدين نستشف المكان، خلينا نكمل زرعنا هسه. اوكي خلينا نزرع هنا. اوكي يلا ازرع ازرع ازرع، خلينا نكمل زرعنا البذور. اوكي هسه هذا كبر طبعا، خلينا نسوي جانب الاخ، هذا قليل احسه، خلينا نكمل على هذا الجانب هم حتى نسوي بعد بذور اكثر. يلا اوكي نزرع. اوكي هسه خلينا نبدي زرع هالبذور. اوكي هسه ساعدنا هنا بذور وزرعنا. هسه خلينا نجي هنا نزرع بوتيتا. اوكي هاي هنا كلها بوتيتا راح نزرع. اوكي هنا بوتيتا بوتيتا كلها بوتيتا هنا نحط. يلا اوكي خلينا نكمل، خلينا نسوي جهة ثالثة هم مثل ذاك السايد، خلينا نسويها من ثلاثة من هنا حتى هم نزرع بوتيتا هواية. اوبس لا 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 لا، شوفوا دست عليها شوفوا خرب. اوكي فراح ارجع احرثه بالجديد، ارجع احرثه. اوكي هسه كمل، خلي ازرع البوتيتا اكملها. اوكي 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 هسه حلو هيجي، هسه كمل طبعا هاي الجهه الهم لازم نحفرها ونحط مي حتى نكمل بعد زرعنا. اوكي طبعا هاي الجهه من السيف راح نسويها ذيكه حتى نكمل الزرع حتى تكمل. اوكي زرعنا هسه البذور، هسه صار مستويات نفس القياس، فراح نحفر هنا هسه هنا هم نحط مي حتى نكمل الزرع بعد نزرع. يلا اوكي احفر احفر احفر، راح اسوي نفس القياس نفس الكبر. اوكي نحفره كله، يلا احفر 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 احفر، يلا احفر احفر احفر. اوكي هسه كذا. اوكي هسه لازم نجيب المي، بس قبل لا نجيب المي طبعا هذه المساحة لازم كلها احفرها حتى تصير مستوية حتى اقدر احط بيها الزرع. اوكي لازم هاي كلها اشيلها. ترى كملته، وبهسه راح اروح اجيب المي حتى اترس المكان اللي حفرته. اوكي خلينا نجيب المي، طبعا هذا المي ما اعرف شو اخذ منه وما قاعد يخلص ما اعرف شنو الفيلم. يلا اوكي بعد احسن حتى يفيدنا، يلا خلنا اروح احط المي. يلا حط المي. اوكي طبعا بعد اعتاز مي خلنا اروح اجيب. اوكي بعد ما كمل وترسته هسه راح ابدي احرث هاي الجهه حتى اقدر ازرع بيها الجزر. اوكي خلي احرث هاي كلها وخلص في نفس القياس. اوكي هسه هنا كملت عندي. اوكي صارت نفس القياس، هسه ابدي احط الجزر. اوكي خلي احط الجزر هذا كله، ازرع هنا ازرع بهاي الجهه. يلا 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 اوكي 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 طبعا هذه مو اكملها، هم لازم اسوي السياج حتى اسيجها حتى ما يجي لنا زومبي يجي قروي يخاف يخربوا لي اياها. اوكي اوكي هسه كملنا، زرعنا البوتيتا وزرعنا الجزر وزرعنا البذور الحنطه، فجا اشوف المزرعه صغيره فراح اكبرها بعد اكبر، وراح ارجع اسوي احفر هنا احط مي حتى اكبرها، لان تعرفوا راح نجيب حيوانات وراح تساعدنا حيوانات هواي، فلازم اعطيهم اكل فراح اكثر الزرع. اوكي خلينا نكمل حفر حفر. اوكي يلا حفر حفر حفر. اوكي لازم نسوي مساوية وذيك نفس القياس. اوكي هسه حلو، هسه نكمل الحرث، نحرث 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 هذا كله حتى نكمله حتى نزرع بيها. شو لازم اشيلها، خلي اشيلها. اوه حلو هسه حتى نجيب نزرع. هذا رجع التراب. اوكي يمكن لازم اجيب مي بالاول قبل لا احرث هسه. اوكي هسه راح اجيب المي.
قبل لا اجيب المي لازم اساوي الارض هنا، طبعا هنا ما مساويه، فراح اجيب الطين، كتل الطين حتى احطها. خل نحطها هنا اوكي حتى تصير ارض مستويه، نص يعني نتعرجات بها حتى نساويها. اوكي هسه هيجي نوخر هذا الزرع، هذا نوخره من ريده كله نوخره. اوكي هسه بعد ما كملته وزعت بهذا الجانب، طبعا حطيت بوتيته، فراح ابدي احرث هاي الجهه. طبعا دائر مداره راح احاول احرثه حتى يصير فقط تربه. اوكي خلينا نحرث هذا كله، طبعا ما راح ازرع بيه بس مجرد راح احرثه واعوفه حتى من بعدها ابدي احط السياج. اوكي لا هذا لازم اوخره كله اشيله. اوكي هذا كله ينشال حتى تصير عندي مساحه حتى اقدر احط السياج. اوكي هسه بقى بس هذا نحرثه كله بعد ما شلت هذا كله الحوله، فحتى اوكي خلي كله اكمل كله هذا من هنا. هسه كمل، هسه طبعا يبقى بس السياج، حتى احاط السياج حوله مثل ما قلت لكم حتى ما ارد اي احد يدخلنا زومبي، يدخلنا قروي، يدخلنا كريبر، يعني كل شيء يصير ما ادري، فخاف يخربوا لي المزرعه. خلي اطلع قبل كل شيء. اوكي خلنا ناخذ بتيته هسه، سد الباب، خلي يا ساتر عشان الصوت غريب، سد الباب احسن. اوكي خلنا نحاول نسن السياج، نسوي لنا البوابه. اوكي خلينا نجيب الخشب. اوكي طبعا هسه كما عندنا سياج بس كميه قليله، فلازم اسوي استكات حتى اقدر ابني بيها اسوي السياجات، لان تعرفون مساحتي كلش كبيره فتحتاج الى سياجات كلش هوايه. فكملت هسه السياجات، حاليا راح اروح للمزرعه احاول احاطها بكل مكان. طبعا خليني الحق قبل لا يجي الليل. اوكي على السريع خليني احط السياجات. اوكي خليني احطها بهذه الجهه، احط هنا بهذه الجهه وبهذه الجهه ما احطها. طبعا هاي الجهه كلها ما اعتازها، يعني عبالي امشي بيها او اعتازها حتى اقدر احصد، بس لا ما اعتازها، فراح احط السياج هنا. اوكي هاي هنا كلش كافي، فهنا ما احط السياج، هالجهة ما اعتازها، طبعا اعتاز بس تدش الجهة المقابلها. اوكي بس اجى الليل، طبعا فكملت السياجات، بقت بس جهة واحدة. هذا شنو هنا؟ هذا اللي انا حاطة الباب. اوكي طبعا صارت الدنيا ليل، فلازم اروح هسه انام وارجع الصبح اكمل الشغل، وخلي استعجل قبل تجي الوحوش والزومبي. يلا اركضي 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 اركضي. اوكي طبعا بما انه خلص عندي السياج، فراح اجي اشوف عندي اخشاب. اوكي عندي خشب حتى ارجع اكمل شغلي واسوي سياجات اكثر. اوكي حتى الصبح ارجع اكمل الشغل. يلا اوكي جا الصبح هسه، خليني اطلع على السريع، سد الباب حتى اروح نكمل. سكلتون لك لا لك، هذا قاعد يقتل لك تلبيه ولك ما بيموت. موت يا ورع هذا الزومبي، يلا موت موت. اوكي لكم يحترقون يرقون وراي. اوه بعد طلع الزرع قاعد يكبر. اوكي هسه بما انه كملنا السياجات فراح نكمل، طبعا هاي غلط مكان هنا أنا، فلازم اشيلها واحطها بغير مكان. خلينا نحط نكمل السياجات، طبعا السياج هنا راح احطه حتى ذيك المنطقه الترابيه امشي عليها. اوكي خلينا نكملها من نسيت، حلو نكمل هذه الجهه، نسوي هذه الجهه كلها السياجات. اوبس هذا سكلت مو قاعد يحترق لكم، والله ذا لو موتوني يحترقوني تعركن وياي. خلي اختل احسن، اختل ما اطلع لكم، هذا ما قاعد يحترق لك يا ورع. اي لكم اجى علي، لا كله راح اقتله، اروح اقتله. موت يا ورع موت يا ورع موت مات. اوكي لكم هذا شنو هذا؟ اوكي هسه خلينا نكمل نحط السياج. اوكي البواب راح احطها، راح احط يمكن هنا بوابه، لا مو هنا، احطها بهذه الجهه، من هذه الجهه احط البوابه. اوكي هسه هنا حلو، هنا راح احط البوابه. اوكي ممكن كلش حلو، اوه حلو هسه هنا نقدر نفوت. بعد سرش قد حلو قاعد يكبر. اوكي حلو حلو كلش حلو، بعد عشان حلو هسه من هنا الباب، ما ادري يمكن احتاج اسوي باب ثانيه. اوكي خلصت هذي الباب، احتاج اسوي باب ثانية، بس هون راح احط هالباب الثانية، يمكن احطها بهذي الجهة، اتصور تكون هذي الجهة احسن. خلي احاول، اوكي ها شلون ما اقدر اعبر، اي لازم اسوي باب ثاني لازم. اوكي خلي اسوي بهذي الجهة باب ثانية. اوكي خلي اشيل هذا السياج واحطه بمكان الباب البوابة. اوكي هسه هنا مكانه كلش حلو. اوكي ها شلون خلي اشيلها.
اوكي هسه كملنا المزرعه. اوكي هسه كملت وصارت حلوه. طبعا اذا عندكم اي اقتراح او افكار اكتبوا لي بالتعليقات حتى ان شاء الله نطبقها. طبعا هم البابها حلو. اوه شوف قد حلوه صارت، وعزرك قاعد يكبر، كلش حلوه صارت. ولهنا حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لنا لايك. احبكم كوما، باي.